baş binerin heca hoş tibi dövye xalaki da cibarna mecivane kevi. Tevari me ye vecari lisar nükirin agotara ayniye. Devi babati dikel mamustay zor beriz. Gazi Said çarazadı buari Ezra İslami da kutofiş bükken mamustayın xeyratın cara kadı ser çava. Selamat bir ser feraz. Mamusta gerek cara u her kevin vere mesela din yani seren ca halke rakişe ya mufessira ya mufekkira ya feylesufa ya halke sade gelu hagar em behin dini pinase heki bdeni yani tarif heki bdeni ka cenab-ı da çi tarif çi pinazıl de heye. Bismillahirrahmanirrahim. Beguman vakit kerem keri babet dini babet ki girida yap habuna mruvi ve yani her despeka mruv hatiye dvi gerdoni da hatiye cijani da Hazra khuyat vi babati da kiri kan ilaqat u peywandi et vidgal habune yani chip jura peywandi u chip jura ilaqat ana barinde sakine galak adyan nafhami millata da nafhami qawma da che qawmit barah ki ben chet serdan ben yani habuna dini ya girida ya habuna mro vi be bi am sakine kan aya jedere vi dini jedere ke srushtiya matalan ديانات الطبيعيين مثلا عبدينيا داري كريا بري كريا روجي كريا هيبي كريا يعني حتى عبدينيا مثلا حيوانات بك عبدينيا جيليو مشكي وحتى دومك يعني جي عبدينيا خديك كريا يعني عبدينيا دو خديها كريا تزروي داكو إله الخير وإله الشر وحتى دومك بمعنى أمشين بيجين هبونا ديني ناف مشكو دلو داروني مروفي دا أتقل هبونا ويا يا بيدابن لو ما كان صح كان يعني وكي علماء حاطين بيناسا ديني كريكاب دين شتشتا بيقو منش لا زماني ودين يعني خضوع أو خشكان دنا يعني بو دان له مثلا زمان عربي ده وكيد بيجن يعني خضع له أو انقاد له يعني خشكان دنا بو قوتك بو هزك هزت كتن أو هز أو قوة إما كمال هاي يانش شوي قوة ترى شوي بهسترة يعني أو هبونا ويا دستي ويدا رزقي ويا دستي دا خوشينا خوشي ويا دستي ويدا برهندي وكا كمش لاي فلسفي با بري خود يعني يا غريدا يا حميدا ما مروف هست بهندي بكتن كو شيانت وي امكانات وي لاوازن يعني نشتن حسكت بمينيتن حسكت نساخ نبيتن حسكت بشتشتش جرانتر بلغريتن بس وكيد بينيتن قدرات و شانت وی سنور داکرین و نشیتن تشتکی مصر بکشش حزو ویانت وی وش رغبتت وی بر هندی همی دا مودی بخل قواتی که الهزه که گریتن که محالف کتن التجای بکت یعنجی پنای بکت بخو مثلا عبدی نیتن یعنجی هزه بکتن که ابدی وی قواتی وی هزه دتی یعنی ابا اگیا گری دا بسالو خطی انسانی و وکهبون امرو بی برند دين يعني تتم معنى خضوعي وكان مساكن القرآن في روج جلك يعني تفسيرات دي تتم تتم مثلا يوم الدين مثلا روج قيامته يوم الحساب تتم معنى جزائي كما تدين وتدان مثلا وكان تتقوتن يعني بس جزائي لا ما أمشي برتاتي بيجين يعني دين وقت ناحية مرجعيته الديني ده برسدان عندك بسيارة يت مظنة أبد مشكي مروی داده نه ولواندن و کی مثلا اف هبونه چه وحات یا کون چه وچه بوده عرض چه وچه بوده دارو بر چه وچه بوده مروف چه وچه بوده بر سفدانا یا وانتشتانه بر سفدانا جان مروی مثلا چیه وظیفه تام مروی چیه یعنی وقت علما بیشتر هندک بسیاریت وجودیت سری مروی دهیم یعنی اف بسیاریت وجودی اونا اشکی وحاتیم دیکی بچم وظیفه تام چیه جدیر هبونه مروی خوده دایه یعنی خود تعالی اف انسان چه کریه چوا چه کریه و پیشتی مرنه مثلا مرن همی کسی بینن بس پیشتی مرنه دی کی بشی دی چی لیت مصیری بیده چی بیتن قیامتا که یا یعنی چی دی بیتن با خودی پیش بیتن بونمونه هر وصا مثلا وظیفت آمری بید وی جیانه دا یعنی که وظیفت آمری بید چه لما همچین بیجین دین فلسفه یا گریده فلسفه هبونه با هر وصا منهجه که جیب امروی منهج جیانه يعني كم بين تفسير إسلامي بو ديني منهج جانية وكي شو علماء بيجين دين أبيكو أو منهج خدائية يا خدائي مثلا بو پیغمبر فريكري هم يبجاريك وبتايبت بو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام فريكري بو هندي باري قستنا جيانا مروي قل خده قل مروي بخبخو قل دورو بري مروي قل جردوني قل هبوني قل مرني قل فانا ميا تيتن ري قستنا في جيانة كتن دين
منظومه كا يا شموليه يعني حميت الطائفيان يعني بدقيدن دبين ان عندك علماء دين مثلا خاصه الغربيه دي بيجن دين منظومه كا اخلاقيه مثلا تن بل هيك هم ساكنه فلسفه ديني عن طيبه بحث اسلامي بكين نخرنا فلسفه كا اخلاقيه بشن هر چنده جانب اخلاقي جلكت ادازاله ايات ابد بحثي مثلا احكام شرعيه كان جلك يمن بس ابد بحثي جانب اخلاقي كان جلك صورتين ايك برام برده تقريبا يعني ده آيات دي بحث مثلا منظومة أخلاقية كان ورفتار مروي كان قال دور مري مروي إيك آيات دي بحث مثلا أحكام الشرعية كان مثلا دزية فلان تشتا بيبان تشتا برندي كان بيجن منظومة جيانية أفهمي طايت جريداي بجيان أمر فيه وك معتقدات وأفكار هزو بينا يعني معتقدات جانب عقيدية برسف دانا بايا برسف دانا جانب اخلاقية جانب احكامانا جانب حتى سلطة ودى صلاة چوانيا علاقات و پيوانيتنا برا سلطة ودى برا مرو بيدو تاكي كسي دا برنده دين وك اسلام هكو بحث اسلام هكو چكي فرق هكو مثلا دا برا اسلام و غير اسلام دا لو ما وك ابن تيمية افنكا جوان بيجدن بيجدن شريعة موسى جاءت بالعدل وشريعة عيسى جاءت بالفضل وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جمع بين العدل والفضل يعني دي ساكن مثلا شريعتها موسى كتل جانب تشريعاتها في بديارة وأحكامها في بديارة وأبا حلالة وأبا حرامة وكبكنا وهناك شريعتها عيسى عليه السلام كتل جانب أخلاقي وتعاملي ورفتاري ودي شو تعاملي قال مروفيكي ودي شو مروفيكي يعني جيانك خوش وبختور ببين الإسلام هو جمع بين العدل والفضل هم جانب التشريعات أناجي هم جانب أخلاقيات ورفتار والتعامل أناجي بعدين ليفت هزرا من أبيكو دين منظومك يا تفجيرة يا شاملة بو همي طايد جيان أمرويو برسفدانا همي بسيارنا أفت مشك أمرويدا ولبن ودين أسر هزرا أمرويو إسلام هاتي قرآن هاتي برسفة من همي بسيارة داي بل ممسطو نابيني مثلا هر دینه کی مفاجئیش بری خودیتیه. مثلا هر ایک بویا وقت بیشن امتدادک شیاد دیره. یعنی تنقیحک و شیاد دیره. بله بگو من وقتی خودت عالد بیشتر این دین عند الله اسلام دین همی پیغمبر اسلام بیه. یعنی موسی علیه السلام به اسلام هاتی. عیسی علیه السلام به اسلام هاتی. ابراهیم علیه السلام به اسلام هاتی. همی جاره که يعني الإسلام طبعا تسليم بنا بأمر خدي طبعا في مفهومي نب مفهومي كو عنوانك بديانة محمد عليه الصلاة والسلام مفهومي يلغوي كو إسلام يعني تسليم بنا بأمر خدي طبعا همي أديان جارك لو ما علاقات بيواند يا إسلام بأديان ديبا أبا يعني إلغاء يعني إلغاء شوانا أجي دو جانب إلغاء يعني أف إلغاء إما مثلا أو أحكام أو شريعة مثلا بو قومك يتخاطي مثلا دبجن وكرا بالعالم بيشتا مثلا جاء فاقتلوا أنفسكم أنا يعني يكون بحثي موصع التوبة كتن بيشتا خوب كشن الشريعة محمد عليه الصلاة والسلام خوب كشتن بنمنا يا تحريم كري إنك حارو خوب كشتن يا تحريم كري بنمنا إذن تعديله عندك أحكام أنا مثلا عندك أحكام الشريعة موسى دا الشريعة إبراهيم دا الشريعة عيسى دا يعني إسلامي هاتي تسهيله كري يعني بصناهي ترى إخصي ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني عادة أف موضوع بابات تقري دايكو بومرو في تقرانا مقرسن أبا خرك التخفيف كري سلمرو في بسلمان يعني دين سر دين إسلامي سر يسري هاتي ياجي تعديلا هندك انحرافاتنا كرتية ديانة دا يعني أصلي ونديانة بس مثلا دبجين مثلا بين صلصة شاصة صلاة مسيحية بري إسلامية بونمنا 2000 صلاة يهودية عن شريعة موسى بري إسلامية هندك انحرافات وهندك خلاتيت كتنات نبدا اسلامي هاتي تعديل كريم هندك اديتر طبق الاصل يا هاتي هما استنساخ كريم يعني مثلا شريعه موسى تشغوت يا عين بالضبط انجيل تشغوت يا قران همان يتكمله كريم تشكي التكمله وقت كرم كريم وكي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمودا خودت بيجتن مثلا منو مثلا پیغمبرت بري من وكي مرو بكيا اوا هيك گلك جوان اوا كريم تني جي بلوك كي تيداي كم بيتن اس او بلوكم ازهاتي من تكمله وتمام كنا اوهيه نبوته يكري يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام صا تجويد كتوتي د ذهن مداكو يعني ديانه همي اك اوهيه بله اوهيه توحيديه وحدانيه داخله تعالى ان ياسين خود تعالى ركستنا علاقات الانسانيه قال دورو بر ازهاتي من التكمله كرين وتمام كرين لا ما ابيه ياجي يعني اسلام علاقات قال ديانات ديت ابيه تشتكي نيه اي نعم مثلا بل هنجي احتمال الديانات دي تردان نبي دان مثلا دي بيجين تنظيم الزكاة يعني عفوا يا فعلا يعني مثلا الزكاة تنظيم ميراثي شوان يا دابش كنا ميراثي
أبت الشكنية مثلاً إسلام دارنجا يهودية عن مثلاً توراة إنجيل نشوف كده تبان تفصيلة ده إسلام يهاطي مثلاً القرآن بيروز ده التفصيل كده لا ما بلى يعني همي أديان جارك أديان السماوي قصد به همي أديان السماوي همي جار جدار وإيكا آمان جوائك وغايات وإيكا ومنهجية وجه إيكا يعني فدرين أف اختلافات كافية ناف بريدا وكما قلت بارب تلحكم بشين اختلافات جوهري بن أبت يدقري داي بمعتقدات ده أف اختلافات نتيجة انحرافات أنا كافتيات يعني ويديان ددا لا ما خد تعالى مثلا القرآن بيروز ده بصراحة الفن بابة الدت أبت كو انحرافات لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة أبت بيشن خد سينة أو تسردو شوينة يعني نفيا بيشن ديت كتن بو تشكو أصل تدات إنجيل ده خد تعالى وأنا قلت يعني وكي وحبو عيسى عليه السلام هاتي بس بشين نتيجة زمني مجمع يعني نيقوسيا وكي هاتي صلاة 325 ميلادي الويري يعني ديانة مسيحية توحيدة وكي تفليثة لما قرآن بلساطي نفيا تفليثة يكري وإقرار وحدانية يكري بل ممستا قالك جارة عن بحثي خطاب الديني كنيا جي قوتارا آيني قوتارا آيني عن قوتش مثلا قوتارا آيني هلويس تقلو يانجي منهجة يانجي تفسيره يعني تأويلة كتشتا قطارة قطارة ديني يعني ما بس جيش كه اقتيام بيجن قطارة ديني أولا بتأم كنا سر بابته خطاب يعني عن قطار مثلا كان كتشتا بيجو من دربرينة يعني زمان آلة الدربرينة إيش جوهرك إيش حقيقتك إيش راستيك إيش كتشتا كيد زمان الدربرينة برندي وكان بيجن خطابة إسلامي عن قطارة إسلامي أو زمانه يعني أو دربرينه كنشرت إلى بزماني بيتن رنجها مثلاً وتار مثلاً قريداي بيتن تشتي شكلية مثلاً وكوتارا كا راسا وخو بيتن رنجها قريداي بيتن تشتي ضمنية وكي مثلاً بونمونة دراما كي مثلاً نا يعني وتار بشبه كا راسا وخو بس تشكل ضمنية هر دربرينك بيتن جوهر إسلامي دربرينه جبتن بني أبو وتارا إسلامي لو ما مفهومك الشاملة تيجاه كي بعرفها بهر دربرينك إيش حقيقة إسلامي إيش راستيا إسلامي جوهر إسلامي فيرد علماء بني أبو وتارا إسلامي يعني خطابة إسلامي يعني خطابة دينية بشيء واقع جدًا إذن خطابة إسلامي يعني خطابة ديني بشيء واقع بعرفها تركوا منا بيجين بس إسلام تاني حتى يعني يا مسيحي يا يهودي تعبيره دربرينه الشوي ديني. البريد هي النقطة يعني بشكل خلافي عن نقطة جوهرية البريد. آية وتارة ديني دينا يعني ندينا كأبى بس يا رجل جوهرية دي وابديدات كده. البريد فرقية بكين. شو فرقت نابرة؟ زانك شو فرق نابرة؟ خطابة ديني وديني خدا هي. بلى. دين دقيقة مصدره هي خدائية. يعني خدت على الدقيقة هنا قارب ريكا وحي. يبو پیغمبرکش پیغمبرت خو اینا اخره او دق کنه گهورا چنگی ابا گوتنا خودی تعالی بلتی گهشتنا منو تو تی گهشتنا طبری و قرطبی و تی گهشتنا همی علماء ابا تی گهشتنا ک بشریه بل هندی نص دق مقدسه ی پیروز دست کاری تی دانای تکرن بلتی گهشتنا من وکی از راسن اف دق پیروز اش دقی در باز بیتیت ات مشکی مرویدا و مروف در برینش وی دقید کتن هنگی اکسب بیتا اش قدسیت تیتا خاره بیتا اجتهاد که بشری تیگهشتنه که بشری لما قرآن یا مقدسه بونمونه بس تفسیر طبری آنیا ابن کثیری آنیا قرطبی نا مقدسه تیگهشتنه طبریه بو دقا پیروز هوله که بزابه که بوتي جهشنا مرمى خود تعالى في آياتي يعني وكي خود تعالى قلت قل هو الله أحد على بونو منا مرمى رب العالمين بيشيا يعني خود تعالى مقصد بيشيا آلات اللغوي بتي جهشنا اللغوي قال مقارنتنا برا يعني آيات دي تدا هولك بزادك بو تي جهشنا كبو في دقا بيروز بس آيا أول تي جهشتن أبا بشري وش بلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام شنگی خود تعالى بحثي وكري وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تيجيشنا پیغمبر تينا كو أوجي يعني هر كيف تا چورچوب واحدة همي تيجيشنا ديتر همي اجتهادات ديتر يت علماء بي استثناش
إيش إمام شافعي بيقرأ وإيش إمام طبري بيقرأ وإيش ابن أحمد بن حنبل بيقرأ هر عالمي كش علماء إسلامي تبيقري اجتهاد وتجهشتنا كبشري بلند فرقنا برا وحيتنا برا اجتهاد دا أنتنا برا دقيق دبنا برا وتاري دا أبيا دقيق مقدسة بس خطاب دربرينا مرفينا مقدسة اجتهاد وتجهشتنا رنجة يا درس بيتن فعلا يعني كبار أفتر يا درس ده رنجي يا خلد بيتن رنجي بو زمانك يا درس بيتن مثلا تيجيشنا مثلا تبيشين بري هزار سالة بو دقيقة بيروس جواز بيتن شتيجيشتنا أفريكا حكم هندكو مثلا أفريكا أدوات معرفتي معرفية برفرها بوين مصادر وجدرة معرفة إنساني تيجيشنا إنساني بو قالك مسائل مثلا يت كوني يت حياتي يت جياني يت تشبصان يت حاطين أقهوري لو ما مثلا البونو منا إيش إشكالات مثلا دي بينا كلام زفرين دي جي استغراب بيت مثلا إيش تو ابن تيمية خذ إيش رازي قال بيت شان داكو يعني نف علماء إسلامي دا شيء بيجي عالم رقم إيكا وك وك يعني صنعي خوي علمي وكتابات خو تنظير خو بس دي بيغري خدي مثلا قضية مثلا بونو منا دا كوني كوني ثابتة عن كوني متغيرة فيجتن كوني ثابتة مثلا بونو منا تيجيشنا كمثلا ابن تيمية بيق قدر جلالة طوي وعظمة طوي ومصنع طوي وعلمي بس تيجيشنا بيوي مرحلة يا وصل يتو بيها أفريكا سردمي أفريكا نخر تيجيشنا علماء تشتكي ترى إذن أو تيجيشنا بي سردمي بو يعني بس تيجيشنا أفريكا تيجيشنا كودي ترى تمام بلند هند جارات تيجيشتن عمروي بو دق بيروس الزمنك بو الزمنك شخصك بو شخصك جايك بو جايك اش مروه کی بوم مروه کی اوه همین جاره که گوران کاری سر داته دام آن بجی نام مقدسه چی کتی گیش نکا وکی آخرت نکا یا نابلس یا گلکا جواند بیشتن عقل مروه یه گریده پا واقع مروه او جیوار مروه تیدا جیتن عقل مروه مرتبطه دو نشی تجاوزا واقع خوب که جیوار خوب که که مروه بشتن تشتر که دیتر یه مصدر آن یه برفراتر اوه جی الا هندك استثناء اكتد جلا جلا كت جيمن سردمي مروفاتي كوندك كسا مثلا يتعطين عقلي بيشي يعني مثلا زمني كاتي وكت بجن ايكشتا امام غزالي عقلي بيشي زماني ويكتبو يعني هندك افكار الطرح كرين بشتنجي 500 صالة شنك افكارا يعني جهي اعتمادي 500 صالة مروفاتي توصى جلا جلا جيمن بارا بتر انسان عقلي بيتي جشناوتي یه گریده یه وی واقعیت دا جیتن وی جنگه ها ثقافی یا روشنبیری یا کمالاتی یا علمی یا گریده های پیوچنده بند ما مستا یعنی مروف دی چوات شید خطابکا دینی یا هفت چرخ برهم اینید و همی گاوا یه نوید چر رک چنه وی بابتی؟ فیلسوف کرد و مفکر مازن محسن عبدالحمید دیدن برسوابی بسیاری دادم که یعنی گله کتاب آدت خدا طیبت کتیبه که چی کری بیدو مکل بشته من الوحی الى العصر یعنی تنظیر را بچندید کتن بیشتن بیدوی حتی امشین دیگشنه که سردمانه بودق بیروز بله ام دی چون تعاملت گل تراثی کن یعنی طیبت که اوه بابت که گله که حساسه بيقو من منهجيات تعاملت قلب تراثي يعني سي مدرسة أساسيتين مدرسة أبيكو بريا قدر التراث يعني هك أسنا بجم تقديس كتن قلق نزيكي تقديس كتن و تنظيرا بيشندت كتكو يعني أبيت أول شو بويت آخر نهيلايا بيش مبا يعني قلق أخو زحمد داي و قلق أخو واسطان دي مثلا بونمونة ديدن بيجد مثلا إمام بخاري بونمونة مثلا الشاصات هزار حديث البيغمبر عليه الصلاة والسلام حفت هزار ودوصدو حفت وبينش حديث هل جهدين يعني بتني وشاصات هزارة شاصة صلاة إمام كتابة خوبة حتى أف كتابة شكري بل هند أوى بخاري قوتي يعني هيج قمان تدانينك وخرك يا حق خرك يا صدق إيه أكر قاشتا بدرجة ما قوت يا حق يا راست درست هيج قمان تدانينه يعني أبغى جهشت مرتبة قرآن يعني هم يصنعون قرآن يا بيروزا يا مقدسه دس كوري تدانا يتكلم خدت على حفظ كريم بس وقديت
اجتهادات العلماء انا راس مثلا اقرب بالقران نزيكه بصحته براسه الدرسيه بس ام نشي يعني ادعاء في كان يمكن صد الصدي الدرسيه چونكي ابا جهشت مرحله كا بيترش وجهشت مرحله التقليدي اذا منهجيتك يا هيك بيجتن اف منهجيتك بيجتن بيت ام تعامل ديال تراث كاين وقت تشتكي بيروز مقدس چونكي ابا علماء قالك تماصم بينه ويخذ زحمته واخلاص وصدقه وبيغنبري عليه الصلاه والسلام تزكيه واكري خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أفا منهجيتك منهجيتك قد تبدأ بيش نخر تماما يعني انفجارك البن تراثي شركة بيش تنبت هم يبتقين أو عقل يقري دايب وفي الزماني ذا و شنابت اتكاء السربكين و خوب شافعي وقري داين مثلا كتاب خدا الرسالة أم بخاري وقري داين و بيت أم نفيا همين چند بكين و بين بي سردامي منهجيت الراس درست أبي أكو تراث بيت أم مخلو بيجين كين أم كولي بيجين تشتي هي كيرفي سردمي تتن ام استفاده جيكين تشتي هي بوي سردمي يعني مثلا جورك مثلا اجتهادك امام الشافعي او كيري مثلا في سردمي دا حلب بكشاك في زماني دا بس همان اگر تبي استنساخ كيو بيني افريكا شينا بيتا حلب كشا افريكا نخير بيتا اشكاليات بكشا افريكا بلدت بيجت المنهجيه تا درست قال تراثي دا ابيان ام بين مخلو بيجينتين او بكير افريكا في سردمي تتن ام استفاده جيكين او که وی سردمی نیتن ام بیشین اجتهاده که با سردم خواهی کری و دستی توید خوش منو خودش راضی بیتن بس بایی وقتی یاب کر حاضی من بلنده حتی همشین خطاب کانی یا سردمانه افریکا پیدا کن وید اولا ام وانه دو تشتاب کن بین تفکیر افریکا با عقل افریکا با تحدیات افریکا و بربست افریکا و پیداویستی افریکای جیانی یعنی وی سردمی ام تدا جین کانی پیداویستی مروی چنه يعني أم هوصى بين تعاملت قال نصي بيروز بكين رزايدا برؤيك مقاصدي علماء بيجن تشيكو با إنسان كفتت نابرا فرعيات يعني جزئيات نصوص بيروز جزئيات دا دمرو برزو بيتن بس باري خداني مثلا مقاصد كلية إسلامي لو ما بيقو في علمك بيدا بي طيبت في دماغك بيدا بيجني تفسير موضوعي مثلا ديتن بونو من موضوع الجهاد ديتن همي آيات الجهاد خرقا لك داتن همي لك داتن شنكا دي دراسة كتن دي فهمك درست بو مفهوم الجهاد ش قرآن بيروس انت دارن مفهوم عدالتي مثلا دي جهي عدالتي ام بين مثلا همي آيات ونصوص وأحاديث البيغمبري عليه الصلاة والسلام يعني مرتبط بعدالتي با بنظرك كلي ساكيني وكاخده تعالى اسلام بهات عندك مقاصد ثابته تين مقاصد كليته يعني مثلا شو عم بيجي عندك بس هيك هيك تحقيق مصلحه امريه شريعات وكعلماء بيجن طيبت ما بحث رئيسوني كرئيسوني بيجد مثلا ابن عاشور بيجد امام الشاطبي يعني قال لك هاتي تنظيره بباب مقاصد هيك بيجن شريعات هي هاتي لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد شريعات هي هاتي مصلحه امريه بقيادته برجوانديت مروي ربابدا زائدا تحقيق مصلحتا دو لادانا مفسدايا هل تشتكي زرر مروي تدابدا ما تفسيبتا سر روح مروي سر مال مروي سر جيان مروي سر سعادة مروي سر خوش مروي اسلام هاتي افتشتخرك دير اخصدي هل تشتكي خوش مروي تدابدا لذت مروي تدابدا مصلحة مروي الدنيا تدابدا مصلحة آخرة تدابدا بي تعدائل مصلحتا كي و بيتا الظلم سر إكريتن إسلام هاتي يهاتي تحقيقه في مصلحة كريتن إذن أم بنظرك مقاصدي بديتنك مقاصدي ساكينة شريعة إسلامي ساكينة أصل إسلامي شنيك بين أبريكا تطبيق سر في باقي كأبريكا جد مصلحة بسرمانة دا أو ترى أبريكا أو دربرين أبريكا أمش إسلامي كين جنجيتن قلبي سر دميدا في رؤية مقاصدي في رؤية كلي بنصوصة نعم بين يعني فهمك الجزئي چیکی فهم جزئی بونصوصا دل وکی داعش مروی دیکتن هکا هات مثلا بس بحثی وقت لهم حيث ثقفتو موهم مثلا ابتنی اف آی اخریجو المشریکین من جزیرة العرب بونمونه بس هندک نصوصا اینو نداری و بیشتن او نصو او گوتنا خودی او گوتنا پیغمبری علیه صلات و سلام ویت اس التزامی بیبکن ده نتیجه وریش و افا بیتن که چپ سری بسرمان و چپ سری ولاد بسرمان هاتو یعنی چند تشویه و کرید کرنا تصویر اسلامی بهاد کرد برهندی او ابرك ان بين يعني بينكو كير في سردميتن ابيها ديتنا كما قصدي بيتن
دیتنه که شمولی بیتن با همین نصوص جزئی امخره که یعنی کن و کین و فهمه که یعنی کلی با اوان هستا دیتنه که جزئی یعنی یادیت تیسیر بیتن تحقیق مصالح و معنی مقاصد اسلامی بکتن وی شکلی امدشین افر که فعلا و تارک سردمانه و وکی چو علماء بیشن شریعت اسلامی یعنی چاکیه های آن صلاحیت های بی کلی زمانی رو کام گر همی دماتید و گر همی جادتن حتی امشین دی گوتن راز در بیخین و فعلا ما اف دیتن و مقاصدی ها بیتن دا امشین تحقیقا به چند بکن که بلی شریعت گر همی دماتید گر همی جادتن و گر همی زمانتید و گر همی مروباتتن و ایلا که ام بین دیگهشتن اکا گبن بین تطبیقین رنگ ابرو که دیگر اک اشکالاتا آن نشد برسف دتن آن دی او حلولی توی زمانی بنا اشکالات با ابرو که ما مستا یعنی گلگ جارا بحث ثابتی تیتا کرن و یا متحول یعنی یک چتک هیا ثابتا و چتک هیا یا بردوام تیتا گوهرین اف گوتنا ها دینی دا که دین ثابتا بو هر زمانی بو هر مکانی ام چاها تیب گهن یعنی دیگهشت نامه بووی گوتنی چاها یه اولا دائره ثوابت اسلام دا دائره که گره که بارتانگه و علماء جی متفقن سر بچنده که دائره که یعنی دائره متغییراتا گورانکاریا یعنی که هم بیشین دائره ثابت اوه یکو اجتهاد دانایی تکرن دائره متغییراتا اوه یکو اجتهاد داده تکرن مصدر اساسی یه یعنی که بیشین هیچ مصدره که دیترنینه یه ثوابتا وحیه مصدر یه متغییرات یه اجتهادات وحی و عقل بیگ بیه یعنی دور عقلی دوره که کاریگره دوره که مؤثره چه کرنا حکم شرعی دا چون ام دیجن اکو بحثی ثابت و متغییرات کن بحثی حکم شرعیه یعنی آیا مثلا اف حکمه که مثلا وکی ام صانع علماء تقسیم و پنج قسمه کرید یعنی هر تصرفات مروب اکی اتکبیت الدائره یعنی واجبه دا یعنی مندوبه اکو مستحباتانه یان مباح یعنی انسان آزاده ده یانش مکروهات انا یانش حرامه ام بس حکم شرعی که اذا دائره متغیرات دائره که گله که برفره و همی مصادر تشریعی ابد اجتهادیش بلی کتاب و سنت ابه همی دور عقلی ته ده حتی قیاس و حتی اجماع و ابه جی دور عقلی همی ابجاره که ده بلی اف مصادر دیتر که همی ابجاره که و علماء کنن از که 13 مصدر تشریعی اف همی مصادر دیتر عقل دوره ته ده هیبتنی کتاب و سنت او جی فهمه کتاب و سنت دور عقلی تدایی بس میم و جیدر و مصدریت و کتاب و سنت تنه افا مصدری ثابته ثابت بحثی چی هم؟ بحثی یعنی اصولت عقیده اصولت عقیده مثلا وحدانیت خودت آلا یعنی هبونا خوده وحدانیت خودت آلا محتاجی چه نقاشین اینه محتاجی چه نقاشین اینه ثوابتت مثلا اخلاقی باکه مثلا عدل ابن تیمیه خوده جرازی بیشتن عدل قيمتك مطلقة بهائك مطلقة يعني تهمي وقتها تهمي جهادها تهمي ظروفها بو هر تاكه كسك بيت بو مجتمعك بيتن لهر جهك هبيتن عدالت بيت فيها بله روشك ديئت ام بيجين عدالت بيتنا ايتك لان عدالت رابيتن مثلا عدالت مثلا قيمتك وكان بيجين يوم مطلقة ويا ثابتة اسلامي دان بيشواني بي معنوي إباحيتا أنجي أباتو يعني ظلمي شرعيات يبدو ظلمي يعني مشروعية الظلمي يعني يا تعدائي يا كتاكية الخلق مثلا إذا مثلا بونو منا مثلا أبات بجني أصولة أخلاقي يعني خاصة هو مستعمد برفرح بحسر ببابتي راستن برسيارة من يا دي يعني أو چعنا صري سيراكينة دي دين داي يكون هاي نقوهارين بینر هجاب وی آوی ام هاتن تو ماهی که وی بشی دیدار ما مستا قاضی سعید حتی اموهین و جارک دی ام بین خزمت آوی شاد و بخت آوی